كان فعل ماضي ناقص وما عادش ناقص غير معايرتنا برغيف العيش. هنسيبه في التموين ولا هنشيله في التموين؟ هي دي القضية الأساسية المحورية للنظام ده، عايزنا نقعد طول اليوم نسأل بعض هيسيبوه في التموين ولا هيشيلوه في التموين. حيرة وطنية كبرى وملهاش تبرير إلا خيبة هذه الإدارة الصغرى. منظومة القمح في مصر اللي كانت خزائن الأرض، لما القحط يضرب بسنينه في بلاد الكون من حوالينا، كانت مصر بتظل هي المكان اللي تجيله العالم علشان تاكل لقمة عيش. فردت في دراعتها للموجوع من كل أراضي حوالينا، بل من بره أراضي حوالينا، وخدت مصر سمعتها الكبرى والهامة واللي أيدها القرآن بأنها انزلوا مصر انزلوا مصر انزلوا مصر. كان فعل ماضي ناقص ولا عادش ناقص من كرامتنا ابتذال ولا عادش ناقص من وجعنا مهانة. يعني ايه بلد النيل والأرض السمرة تتسوي القمحها من بره؟ إيش معونة وإيش هدية وإيش صفقة هنية باسم الاستيراد وصفقات مشبوهة بمليارات، وسنين بتجر سنين ومش فالحين غير في وعود كذاب، مرة تشكى ومرة مشروع الريس المليون فدان وعليهم نص كمان شوبش للمعزين، أهو كله كلام في كلام ولا حد ملام عطى صريح البهتان. كان فعل ماضي ناقص، ما استخدوا دروس في التاريخ. مصر زمان كانت مخزن قمح الرومان وسلت غلال العالم. يا عالم، ايه خلانا اكبر مستورد في العالم لحبوب القمح؟ ايه الاسباب يعني؟ وازاي اجيال ورا اجيال مش عارفة تحل هذه المعادلة الصعبة جدا السهلة جدا؟ نقص مية ولا نقص ادارة ولا نقص عقل ولا زيادة دولارات؟ قول لي انت باختصار، ايه اللي محير البشوات؟ ايه اللي مخلي البهوات مش عارفين يظبطوا لنا كمية من الانتاج المحلي من القمح؟ ان الحكاية فيها ان، ولان ان حروف شبيهة بالفعل، فاللي بتعملوه في ملف القمح شبيه بالفعل، فاحنا بنعيش الاشباه، شبه فعل شبه قادة شبه إدارة شبه دولة. يعني إيه شركة الظاهر بالإمارات تزرع أراضينا بالقمح ونستورد منها فينا ومن إنتاج أراضينا إزاي وندفع بالعملة الصعبة؟ والله العظيم حاجة تخل العقل. لسه عفيفي وأحمد عقل وعم مطوع عايشين فيها، عارفين تواجيه أراضيها، شد الجسر وشق أنايا وابدر حباية وتنقية العفش وضم الغلة ودرسها وتدريتها وفصل التبن. لسه ما نسينا فعل جدودنا وأهالينا بربط منورج وحركة ايدنا بالشواديف، ورغم حداثة العالم لسانا على عهودنا بنعرف نزرع نحصد نبني صوامع تكفي عيوننا مدامع من كان وإن وشبه الفعل. تكفي عيوننا مدامع من شبه الفعل. عايزين تعرفوا مشكلة القمح في مصر؟ والله ما في مشاكل، دور في القاموس هتلاقي كلمة معروفة، بروكر، السمسار، وقلوب مليانة بسعار، وقلوب وعقول مركزة مع ازاي هنرفع الأسعار على أولاد بلدنا المصريين الغلابة. ما بين السمسار والأسعار والسولار يقع القمح ما يلاقيش حد يزرعه لأنه مفيش الإرادة اللي تجمع قمح لشعب محتاجه. بدون كان وبدون إن الحلول موجودة، لكن المنتفعين مش عايزين للأزمة حلول، فخلوا الأمر كان وكنا وإن وأن، ثم شوية سهوكة وعياط يتبعهم شبيه الفعل، لكن وابقى قابلني لو طرح عقولكم زرع حباية.
ما بين استهلالين أحدهما لشاعر مصر الكبير بيرم التونسي، والذي يقول فيه: يا بلدنا يا عجيبة، فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني، فيك الرشوة والوسطى والبعيد يصبح داني، حتى الغفير حتى الغفير ينهب وبعد شهور يصبح غني، والظلم فيكي للركب والبريء يصبح جاني، والجاني يمرح برا السجن وهي ماشية حلواني، دخلك وفلوسك وخيرك كتير لكن حالتك مخوفاني. ننتهي من ذلك الاستهلال لننتقل إلى مقولة النائب البرلماني الراحل جلال عوارة عندما استهل كلامه في 29 من أغسطس من العام 2016، لحظة دخول وزير التموين خالد حنفي إلى مجلس النواب لمواجهته في استجواب فساد منظومة القمح التي قدرها عوارة بمليارات الجنيهات، وقد ثبتت التهم الموجهة للوزير والتي على إثرها تقدم باستقالته في 25 من ذات الشهر. ورغم ذكر عوارة لبعض الأشخاص الضالعين في فساد تلك المنظومة، ومن بينهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب عبد الغفار السلاموني، إلا أن الوزير وحده من حاسب على فاتورة الفساد. وفي محاولات شد الأذن، تلك اللعبة التي تجيدها أجهزة الظلام، تعرض النائب عوارة لحادث مميت على طريق بنها شبرا الحر باصطدام سيارته بسيارة نقل مجهولة الهوية رغم الطريق المدجج بكاميرات المراقبة، وتنتهي القضية في ذلك التوقيت. ثم تأبى القضية إلا أن تطل علينا من نافذة الفساد مرات متعددة. ففي تقرير لقناة العربية بتاريخ اليوم 28 من شهر نوفمبر 2024 يلقي الضوء على قضية القمح من جديد، حيث زادت مشتريات النظام المصري من واردات القمح خلال 9 أشهر بنسبة 17% لتسجل 3.36 مليار دولار بدعوى تأمين المخزون الاستراتيجي في فترات تتراوح ما بين 4 أشهر و6 أشهر، مما يرجعنا لقضية استيراد القمح بمعرفة شركة الظاهر الإماراتية خلال العام 2023 بقيمة 500 مليون دولار وبعقود آجلة تمتد ل5 سنوات. وقد أثار هذا التعاقد حفيظة المصريين، فتلك الشركة تزرع عشرات الآلاف من الأفدنة في مصر، مما دفع المصريون لطرح أسئلتهم النوعية: هل نستورد قمح أرضنا من نتاج أرضنا؟ فيما أعرب الكثيرون من أساتذة كليات الزراعة ومراكز البحوث عن وجود خطط جاهزة لوقف نزيف الاستيراد، من بينها الزراعة العشوائية أو ما تسمى بالمطيرة بطول الساحل الشمالي، والذي يتوقع منها على أقل تقدير وفي حالة الفشل والحصاد بنصف المتوقع أن تؤدي تلك الفكرة إلى توفير ناجع من حبوب القمح، كما أبدت بعض الدراسات نجاح تلك المنظومة بالأراضي الصحراوية مع تحسين جودة البذور من خلال مراكز البحوث. كل تلك الأطروحات كانت وما زالت حبيسة الأدراج، وقبل ظهور مشكلة النيل المتمثلة في نقص الحصة المائية لمصر بقرار إثيوبي منفرد، فيما يرجعها خبراء الاقتصاد والزراعة إلى كنتونات فسادية منظمة ليس من صالحها حل تلك الأزمة اعتبارا لمصالحها الشهوانية دون مصلحة الوطن، فيما تعاود الحكومة تبرير الفشل باستنطاق سيكولوجية الجماهير واللعب على عواطفهم، ما بين مقولات أهل الشر ومسلسل دموع في عيون وقحة وسيناريوهات كشفها مجاذيب الموالد
وعقلاؤهم.